فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط لايك. السلام عليكم. سمعتوا بشيء اسمه إفساد اللحظة؟ ما سمعتوا؟ بعضكم سمع، موضوع مكرر بس قليل اللي انشره. بقول لكم إفساد اللحظة لها أشكال وأصناف، وفي ناس متخصصين فيها بدون ما يشعر، وهو يشوف أنه شيء عادي. شلون؟ بعطيكم بعض أمثلة من هالناس. أحد الأمثلة يكون مثلا أنت والله تسمع أن الجنوب حلوة، مثل يعني الحين أنا شلت عفشي وخططت ورتبت أموري وتوجهت إلى الجنوب واستانست يوم ويومين ثلاث، ويدخل عليك واحد من أصدقائك: ها أبو محمد استانست؟ والله استانست، خضرة وجمال وروعة وجو. يقولك أنا أنك رايح تركي أحسن لك، بس متعب روحك رايح، ما في إلا قرود في الجبال. ها الآخر: مرة مسكينة مسوي كيكة ولا حلا ولا طبخة تعبان عليها، جاء الزوج بتوري مسكينة تعبها شلون طلع، يجي طالع يقول ما هذا، ما أحبه مو بحلو، لا شان سويت هذا، ألعن الملاعين ذا، هذا ذا مفسد اللحظة، يسمونه ألعن الملاعين. ما خلاص بعطيكم بعد مثال ثاني. يجي أنت شاري سيارة ومكلفتك الشيء الفلاني، وانت نقيت وتعبت دورت وشفت السيارة اللي تناسبك تناسبك أنت، وجيت جاك واحد من الأصدقاء قال لك والله حليو، تقول له ايش رايك فيه؟ يقول لك والله حليو، على لو انك ما اخذتك احسن لك، ولا قصوا عليك، عليك اللعنه. او مثلا تسوي مونتاج حق فيلم، والشغل المونتاج متعب اسالوني يعني، وتتعب تتعب 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 فيه، يجيك احد الاحبه ويشوف الفيلم تقول له ايش رايك فيه؟ والله انا تعبت عليه. يقول لك يا لانك حظي هناك وحظي قابلت، والله يا زنطك ايش اسوي لك انت يا اخي. مثال ما قبل الاخير: ممكن مثلا وحده شاريه حق زوجها جوال مثلا بمناسبة عيد زواجهم ولا بأي مناسبة ما، ومسكين متكلف وشاري الجوال، تفضل حبيبي والله حلو، ليش ما اخذت اللون الثاني؟ ليش ما كان زنطي بعقال هذا مو بكفو، ذا العنيد ويخب عليه. الأمثلة واجد، بعطيكم آخر مثال. وممكن تكون مسكينة أم عجوز، أو أم مسكينة طيبة تعب مسوي شيء حق عيالها، طابخ او اي شيء اي شيء، انزين ومسكينه متكلف ومتنغص حق العويل لها، ويجيك واحد ملعون من العيال: ها يما ها يما يما ايش سويت؟ ما نحب ذا، هذا ذا ذا ايش اقول، ذا غرقوه. على كل حال هذا نوع من الانواع، وهذا مثال من الامثله، والامثله واجد. واذا كنت ترى نفسك ذلك حاول تعدل نفسك، وان شاء الله نقدر اعدل نفسي.